قطر الآن تحرض حتى في المجتمع الدولي على اتخاذ قرار وقف اطلاق النار وعلى التعامل مع القوات المسلحة. تميم صرح بذلك بشكل مباشر. نحن نعرف من نقاتل ومن المحرك الرئيسي للعصابات الإرهابية سواء في ليبيا سواء في غير ليبيا. للأسف أن هناك دول تتعامل مع هذه الأسماء، مثل هذه الأسماء تركيا تتعامل معها بكل أريحية. نحن اليوم عرضنا أسماء متواجدة على في طرابلس متواجدين في تركيا، وهناك أسماء موجودين في بريطانيا. شوف ستيت اوف قطر، دولة قطر، قطر آرمد فورسز، القوات المسلحة الخطرية. اخواني ضباط وجنود الجيش القطري البواسل، انه لمن دواعي السعادة ان التقي معكم هذا الصباح لإيفائكم حقكم بالتكريم باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالإصالة عن نفسي وباسم شعب قطر، وذلك بعد أداكم الواجب الوطني على أكمل وجه في ليبيا الشقيقة. لقد نفذتم المهمة بنجاح.